هاجمت الفنانة وفاء صادق طليقها بسبب تهربه من نفقة أبنائه، واتهمته بتزوير أوراق رسمية تثبت أنه لا يستطيع إعالة أبنائه أو دفع مصاريف مدارسهم، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وبدأت وفاء كلمتها قائلة: قضية رأي عام لمن يهمه الأمر. أنا كنت واخدة قرار إني عمري ما أتكلم عن حاجة شخصية على الفيسبوك، بس لقيت إن أكيد في ناس زيي كتير وأمهات زيي كتير، فقررت إن الموضوع ده لازم يبقى قضية رأي عام. دي واحدة فقط من صور الاستئناف اللي رفعها أبو أولادي. قلت تشاركوا معايا أخلاق الأبهات وبعض الرجال في هذا الزمان. وأضافت: أولا هو بيقول إني مدخلاهم مدارس غالية، في حين إن ابنه بقى في الجامعة وهو مش واخد باله أصلا، ده غير زي ما هو واضح في الإعلان إنها مصاريف سنتين، يعني السنة بحوالي 20,000، اللي هو ربع المصاريف اللي أنا أصلا بدفعها. وتابعت: ثانيا هو ماله، أنا ممثلة مشهورة ولا معايا فلوس ولا لأ؟ دي مسؤوليته هو في الأول والآخر، وكأنه هيشاركني كمان في أكل عيشي. نسي إني ست بطولي وبصرف على نفسي من مأكل ومشرب وكسوة، ده غير إني فاتحة البيت اللي الولاد عايشين فيه. واستكملت قائلة: ثالثا هي وصلت إنك تدعي إنك موظف في شركة، ضارب ورق كل ده علشان ما تصرفش على أولادك؟ ده ولا بتدفع ليهم مصاريفهم اليومية، ولا أكل ولا شرب ولا فسح، كمان التعليم حتى مش عاوز تدفع نصه. فعلا إذا لم تستحي فافعل ما شئت. واختتمت البوست بهذه الكلمات: أنا فخورة إني وصلت لولادي وهكمل معاهم بعون الله، بس أنا مش هسكت على حقوق الأمهات والأولاد الضايعة لمجرد إن في واحد خلف ورمي. ملحوظة: المجهود اللي أنت باذله والمحامين اللي أنت بتدفع لهم فلوس كتير دول، مش ولادك أولى بالفلوس دي؟ يا بابا حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب ظالم لولاده. وأديك اعترفت إني أنا شخصيا مش محتاجة منك حاجة الأيام دول، يا أنت وأي واحد يشبهك. ونشرت الورق بتاع المحكمة. وفاء صادق مولودة 3 يونيو 1970، ممثلة مصرية. هي ابنة المخرج عادل صادق والممثلة أسمهان توفيق. دي مع والدتها أسمهان، ولها أخت من أمها وهي الممثلة مريم عبد الوهاب، وبدأت التمثيل في عام 1991. وقد فاجأت الفنانة المصرية وفاء صادق جمهورها على الفيسبوك بصورة لابنها الأكبر طارق، الذي يبلغ من العمر 16 سنة بمناسبة عيد ميلاده. ده ابنها طارق. ونشرت صورة تجمعه به للمرة الأولى، ووجهت له رسالة مؤثرة قالت فيها: أول ما فتحت عيني وشفته جالي إحساس غريب جدا، كنت حاسة بيه في قلبي وهو بيحصل، وكأن ربنا سحب كل الحب اللي أنا بحبه لأي حاجة أو أي حد واداهوله هو لوحده. وأضافت: أول ماما سمعها وفجأة لقيته بيكبر ويكبر، وخلاص ماما بقيت يا فوفو أو ممزي، بحبه حب يصل لحد الجنون. هو ونور طبعا النهارده بقى عنده 16 سنة. وتابعت: 16 سنة امتى وفين وازاي؟ ده هيطلع بطاقة برضه، امتى وفين وازاي؟ كل سنة وانت طيب يا طارق يا قمر، يا طارق باب قلبي من أول سنة، عيد ميلاد سعيد يا قلبي، ربنا ما يحرمني أنا ونور منك. دي وفاء صبر. وفاء صادق فنانة ذات طابع خاص، تبحث دائما عن الجديد الجيد لتقدمه للجمهور، دراما تحترم العقل وتداعب القلب والمشاعر. عرفناها في الأدوار التراجيدية الجادة، ولكنها انتزعت ضحكاتنا من القلوب في مسلسل رجل غني فقير جدا، الذي كان سببا في إيمانها بالحسد. تعرضت منذ تعاقدها عليه لسلسلة من الصدمات والكوارث، كان آخرها طلاقها من مخرج بعد زواج لم يستمر أكثر من عام.
ناحية أخرى كان قد توفي صباح يوم الأربعاء 29 مارس 2017 المخرج عادل صادق والد الفنانة وفاء صادق. وأعلن الخبر الفنان إيهاب فهمي، ده المخرج عادل صادق والد الممثلة القديرة وفاء صادق. حيث كتب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: وفاة المخرج الكبير عادل صادق ووالد الفنانة والأخت الغالية وفاء صادق، الجنازة ظهرا من السيدة نفيسة. المخرج المعروف عادل صادق الله يرحمه. يذكر أن الراحل حصل على بكالوريوس في الإخراج السينمائي والتلفزيوني من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب والتحق بالتلفزيون عند إنشائه. من أبرز مسلسلاته الغفران، آسف لا يوجد حل، وينابيع النهر. تجربتي الزواج الأولى والثانية كانت عن حب وانتهت بالطلاق، فهل معنى ذلك أنك ستغلقي قلبك أم ستعطيه فرصة أخرى للحب؟ ده كان حوار معها، فقالت: في اللحظة الحالية لابد أن أقرر غلق قلبي، ولكني بعد تجربة الطلاق الأولى كنت مقررة نفس الشيء، ولكن هناك أشياء في علم الغيب لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها، فالحب والمشاعر لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها، لكن في الوقت الحالي محتاجة أركز في شغلي وأولادي بشكل كبير، كما أني أحتاج أن أركز في نفسي لأني منذ فترة طويلة وأنا ناسية نفسي، ومحتاجة أن أحب نفسي على قدر حبي للآخرين، فأنا كنت أحب نفسي في الآخرين. من يعرفني جيدا يدرك أنني كوميديانة بطبعي، شخصية روعة بالمناسبة قريبة جدا من شخصيتي الحقيقية. وما النقاط المشتركة بينكما؟ أؤمن دائما أن شر البلية ما يضحك، فأحيانا أجد كارثة تهبط علي فأقول قدر الله وما شاء فعل، وأضطر للتعايش مع ذلك الأمر ومحاولة الخروج منه بدون أن أحدث أي نوع من الكآبة سواء لنفسي أو للآخرين، وآخذ الموضوع بالراحة شوية، لأن هناك قدريات في حياتنا وكذلك روعة. فقدرها أن تحب محروس محمد صبحي حتى لو كان البعض يرى أنه شيطان أو نصاب أو كذاب. وفاء فتحت قلبها وعقلها لتجيب أيضا عن الكثير من التساؤلات في هذا الحوار. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا.